مريم، نعم، عايز حاجة من بره؟ هنزل اجيب لك طماطم. انت هتنزل بالشكل ده؟ اما ننزل ازاي؟ لا طبعا، تعال، ما ينفعش تنزل بالشكل ده اصلا. يا بوسي يا بوسي، الكلام معسول. الكلام من ايديا، بس المكنة دي من ايام سيدك وستك والجماعة دول. بس كده ليه؟ ما فيش احسن من سيدك. بس في حاجات حديثة كده ظاهرة اليومين دول وتعمل احسن. ما في احسن من القديم، من فات قديم وتاه. من فات قديم وتاه. تعرف مش لسه هي حاجه خفيفه يعني، اديك بس ايه لون كده هي لو جت على العدد. انت بتحب تطبخها ليه؟ سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر عندما دخل عليه، وابي سيدنا ابي بكر ابي قحافه وكان شعره ابيض حجر النبي يعني، فقال عليه الصلاه والسلام لهم عليكم بالصفر او الحمر يعني. تمام، يعني بارك يعني سيدنا النبي كان، لكن السواد يكره. لكن السواد يكره. طب اعمل الشر؟ نعم. افرض في ناس بتحب تعمل بالسواد. لا خطا، يعمل باي لون ثاني سواء اصفر او احمر حتى مع النساء. وطبعا اكيد يعني ان في ناس عشان ايه ما تلاقيش عليها الاصفر او الاحمر يجوز لهم يعني يعملوا النبي اوصل بالصفر او بالحمر. ممكن يبقى لون مش اسمر بس يبقى غامق برضه. بني ممكن. بني بس بلاش اسمر. انت كده هنقعد بقى حوالي ربع ساعه كده. حوالي 10 دقايق. 10 دقايق اعمل لك حوضك؟ يا ابني صوتك مش يا ابني حوضك. يا ابني حوضك. يعني كل ده على رايي انت ما سبقتش حوضك ليه؟ عارف احمد عز في الفيلم اللي هو بتاع الرهينه؟ كان بيقول له قول لي انت ما سبقتش حوضك ليه؟ ايوه. هناك. ده بشيل الايه؟ انا حاسس ان مناخيري هتوجع معاك زي الزلموكه كده. ليه انا عملت حاجه ده انا بنضف فيها رؤوس ده بقى هينشف بس ونشيله يا اسطى. ربعه يا 5 دقايق. كل الشوار نفس بسرعه. هو ساعة صح؟ سكراب 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 بشرتك كده، عارف السكراب؟ سكربها افرق. اللي اسمع يا روح الروح. ايوه الله، ادي فرصه للسكراب ان هو يساعد. كان مش ليش احدى كده. الا اهو ده بجبه ولا من غير جبه؟ عدس اصفر. هتحطينا كشري؟ عسل ابيض والعدس الاصفر ده مطحون. انت متضايق ليه؟ اخد وشك. طب اهو. ايوه خلاص بجد. ايوه طيب هتلبسينا طلع حريمي؟ عايز احط لك يلا تحط لي زيرة. شو بعدين احط لك كريم المرطب بس مش بتفردها ده اهي هو هيفردها. يا ما زمان خوفتك من يلا عشان لما نشوف الطلبات الحلوه اللي احنا عايزينها. انت مش انت كنت هتجيب طماطم؟ اي طيب ما كريم عادي يعني. الطماطم بقى احنا ايه؟ احنا هنعوز بس لازم اعمل لازم. لا مش عامل. بص اهو. بص سيب التجاعيد دي كده. ايوه بص الله اتفرج بس استنى. ايوه يلا عشان نخش بقى ايه؟ تاني. يلا جميل. بسم الله ما شاء الله. جميل. هات ايدك بقى. حاجه جميله جدا. يلا بقى عشان ايه؟ بص انا مش عايزه يعني الطلبات مش كتير. هو مش كتير خالص يعني. هو طماطم بس مش انت كنت هتجيب طماطم اصلا؟
مش انت كنت هتجيب طماطم بس صح؟ مش انت كنت هتجيب طماطم؟ ما هو يعني حاجات بسيطة بسيطة. اصل بص هي دي حاجات البيت الاساسي بيحتاجها. طب ايه؟ دي حاجات بسيطة. طلبات اليوم ولا طلبات الشهر؟ لا يعني هي طلبات ناقصة في البيت يعني فطلبات اليوم. حاجات بسيطة. مش هتجيب. طب مش هتجيب. يا عيني ده اتصدم.